الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية اللبناني ويتسلم رسالة من ميشيل عون. العاهل الأردني يؤكد تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية والعاصمة القدس الشرقية. رئيسة الوزراء البريطانية تجدد رفضها لمقترح الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، جولة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية لبنان جبران باسيل. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن وزير الخارجية اللبناني سلم الرئيس السيسي رسالة من نظيره اللبناني ميشيل عون، تضمنت دعوة السيسي للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية المقرر أن تنعقد في بيروت يناير 2019. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 21 سفيرا جديدا. رحب الرئيس بالسفراء الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، وذلك في إطار المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل. واصلت قوات المظلات المصرية والروسية تنفيذ فعاليات وأنشطة التدريب المشترك حماة الصداقة 3. كانت المراحل الأولى للتدريب تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك إلى مطارات الإقلاع لتنفيذ عملية الإبرار الجوي بالتنسيق مع القوات الجوية. التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 3. واصلت قوات المظلات المصرية والروسية تنفيذ فعاليات وأنشطة التدريب المشترك حماة الصداقة 3، والذي يعد من أهم التدريبات المشتركة بالمنطقة، وينفذ بجمهورية مصر العربية داخل ميادين التدريب لقيادة قوات المظلات. وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك إلى مطارات الإقلاع لتنفيذ عملية الإبرار الجوي بالتنسيق مع القوات الجوية. وشملت الأنشطة التدريب على عملية إسقاط جوي مشترك للقضاء على عناصر إرهابية مسلحة بإحدى المناطق السكنية، كذلك القيام بأعمال قتال غير نمطية لقطع طرق ومحاور الإمداد ومنع هروب العناصر المتسلحة. ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والإدارة والسيطرة وتأكيد القدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة.
كما شاركت في التدريب العديد من طرازات الطائرات المختلفة للقوات الجوية المصرية والروسية. ويعد تدريب حماة الصداقة 3 امتدادا للنجاحات التي حققتها تدريبات حماة الصداقة المصرية الروسية السابقة، بما يساهم في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 3. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإسراع في إجراءات حصول جمعية منتجي الأقطان على قرض من البنوك المصرية لشراء المحصول من المزارعين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي. استعرض الاجتماع التصور الخاص بالنهوض بصادرات قطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات وتعميق التصنيع المحلي والتصدير في مجال الإلكترونيات. وافقت اللجنة أيضا على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي صالح مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة بمبلغ يقدر ب 350 مليون يورو. أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بشأن توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حقوق الدولة. كما أصدر رئيس الوزراء قرارين بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ووفقا للقرار الأول يمنح مجلس جامعة حلوان درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية ودرجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية. قال شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إن انفتاح الأزهر على كافة المؤسسات الدينية الكبرى في أوروبا حديثا أقوى دليل على إمكانية التقارب بين المجتمعات الإسلامية في الشرق والمجتمعات المسيحية في الغرب. أكد الطيب خلال إلقائه للكلمة الرئيسية في افتتاح أعمال الندوة الدولية الإسلام والغرب تنوع وتكامل، أكد أن الشرق أديانا وحضارات ليست له أي مشكلة مع الغرب. وأول ما أود تأكيده أمام حضراتكم في هذا الشأن هو اقتناعي بأن الشرق أديانا وحضارات ليست له أي مشكلة مع الغرب، سواء أخذنا الغرب بمفهومه المسيحي المتمثل في مؤسساته الدينية الكبرى أو بمفهومه كحضارة علمية علمانية مادية، وذلك من منطلق تاريخ الحضارات الشرقية ومواقفها الثابتة في احترام الدين واحترام العلم أيا كان موطنهما وكائنا من كان هذا العالم أو هذا المؤمن. وما أظن أن هذه القضية بحاجة إلى البرهنة والاستدلال، فحضارة الأندلس في قلب أوروبا قديما وانفتاح الأزهر الشريف على كل مؤسسات الدينية الكبرى في أوروبا حديثا والتجاوب الجاد المسؤول من قبل هذه المؤسسات الغربية أقوى دليل على إمكانية التقارب بين المجتمعات الإسلامية في الشرق والمجتمعات المسيحية بل العلمانية في الغرب. قال مستشار شيخ الأزهر إسماعيل سراج الدين إن العالم يعاني حاليا من الانقسام والمتمثل في الحرب بين الإرهابيين، خاصة عندما يستخدمون كلمة المسلمين. وفي كلمة له خلال افتتاح الجلسة الثانية بالندوة الدولية التي ينظمها الأزهر بعنوان الإسلام والغرب تنوع وتكامل، أكد حرص الأزهر على نشر الروح الإسلامي السامحة. احنا نعيد الأمور إلى مجراها ونعترف بفضل الإسلام على المدنية الأوروبية، وفي نفس الوقت نؤكد على الروح السامحة والوسطية الإسلامية. فضلت الإمام الأكبر فضلت الدكتور أحمد الطيب بشخصيته وحب الناس له ومكانته في العالم كله، يرسخ لمفهوم السلام ويرسخ لمفهوم التواصل ما بين الأجيال وما بين الحضارات ومقاومة الإرهاب والتطرف. ينبغي أن نفرق بين التعاليم الأساسية للأديان وبين روح الأديان التي تحث على التعايش السلمي والعيش المشترك وبين عدم فهم البعض لتعاليم الأديان. كل طرف يعرف عن الطرف الآخر الكثير، وهذا هو المهم،
التبادل المعرفي بين الجانبين، وهذا ما ألح عليه في الجلسة التي أتشرف برئاستها وهي الجلسة الأولى، لأؤكد أن الوجود الإسلام في الغرب كبير. هناك عدد من الكبير من الدول التي يعيش فيها عدد ضخم من الجاليات الإسلامية. أكد وزير النقل هشام عرفات أن هناك عملا عربيا دؤوبا وجادا للرفع من كفاءة قطاع النقل بالعالم العربي ولجعله الأداة الفعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب العربية. عرفات أشار خلال ترأسه لاجتماع الدورة 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، أشار إلى أنه تم بحث كل ما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب فيما بين الدول العربية. شدد على حرص مصر على تنفيذ كافة ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين العرب. أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتنظيم النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور المقرر أن تنعقد في العاصمة البريطانية لندن أواخر شهر أكتوبر الحالي. قالت وزيرة الهجرة خلال استقبالها لنائب وزير الخارجية اليوناني تيرانس كويك إن المبادرة من شأنها أن تعزز من روابط الصداقة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، وأكدت ضرورة الاستفادة من هذا الحدث في الترويج للسياحة العلاجية في إطار الحملة القومية لمكافحة فيروس سي. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من حيث المبدأ. أكد رئيس المجلس أهمية مشروع القانون ووضح أنه يأتي في إطار توجه الدولة لإصلاح التعليم والاهتمام أيضا بالبحث العلمي. أطلقت وزارة الصحة والسكان 34 قافلة طبية مجانية لكافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك يأتي في ضوء التوجهات بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن القوافل الطبية ستقوم بالكشف المجاني لكافة التخصصات الطبية إلى جانب الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات لمستشفيات وزارة الصحة. استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس، حيث قام الطلبة بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على منشآت الأكاديمية بكلياتها المتعددة. شاهد الطلاب جانبا من تدريبات طلبة كلية الشرطة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في واحدة من محاورها إلى تفعيل أطر التواصل المجتمعي لهيئة الشرطة بما يساهم في توطيد التعاون البناء مع كل فئات المجتمع. أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في مصر الدكتور حسين جادين أن مصر نجحت في تحقيق أمنها الغذائي، وهذا عن طريق استخدام استراتيجية محكمة بالاعتماد على أساليب متطورة في الزراعة من بينها سبل الري والحديثة. وأوضح خلال احتفالية ليوم الأغذية العالمي أن المنظمة تقوم في الفترة الحالية بعمل مشترك مع وزارة الزراعة لدعم التنمية الزراعية المستدامة بمصر في إطار خطة التنمية 2030، حيث يتم البحث والتركيز على استراتيجيات متنوعة لتحقيق الهدف المطلوب. الفعالية النهاردة بعنوان بالاحتفال بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، عنوانها القضاء على الجوع شيء ممكن بسنة بحلول سنة 2030. بننظم هذه الاحتفالية مع الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. النهاردة بتحتفل برضو بمرور 40 عام على تأسيسها. النهاردة مشارك معانا جميع كليات الزراعة سواء جامعة عين شمس، جامعة اسكندرية وجامعة القاهرة. بيشرفنا النهاردة في احتفالية عمداء الكليات والأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة في كلية الزراعة. برضو النهاردة هيكون في مسابقات اللي هي تم إعلان عنها للطلبة بكليات الزراعة، مسابقات بتقول اللي بتخليهم يدوروا على حلول القضاء على الجوع بسنة 2030.
شهد معبد أبو سمبل ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في واحدة من أعظم الظواهر الفلكية. بدأت ظاهرة التعامد بعد شروق شمس اليوم لمدة 20 دقيقة، وذلك بحضور عدد كبير من السائحين ومن خبراء الآثار الأجانب، إضافة إلى عدد من السفراء والملحقين الثقافيين الأجانب. النهاردة في الزيارة معنا 16 دولة ممثلة بسفراء ومستشارين ثقافيين، 26 فرد. وزارة الآثار نظمت لهم حفل تحت رعاية إحدى الشركات الخاصة. وصلنا امبارح الظهر عملنا زيارة خاصة للمعبدين، ثم بعد كده جينا حضرنا الصوت والضوء، ثم عملنا حفل عشاء على البحيرة تحت أنغام الموسيقى اللي قدمتها لنا وزارة الثقافة، وده بحضور معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، معالي وزيرة السياحة، معالي وزيرة الثقافة، معالي محافظ أسوان. وزي ما قلت تاني اللي احنا حريصين عليه اللي هي 16 دولة بالإضافة طبعا إلى اليونسكو، عشان السنة دي تعامد الشمس مختلف، إن في 50 سنة بمناسبة مرور على إنقاذ ونقل المعبدين. ثم النهاردة صحينا الفجر كلنا وجينا بصينا على تعامد الشمس، يمكن الظاهرة اللي هم كلهم الجميع تكلم عنها عدد المصريين. الحمد لله عدد المصريين عالية جدا، عدد السائحين كمان. الحقيقة يعني تعاون كبير جدا ما بين وزارة الآثار، وزارة الطيران، وزارة السياحة. سعداء بالأعداد اللي موجودة، وجود وزيرة التضامن، وزيرة الثقافة، وزير الآثار، يعني كلها تجديد على أهمية السياحة وأهمية الحدث. مدينة أبو سمبل مدينة جميلة جدا، وزي ما حضرتك شايف ورانا عدد كبير من المصريين والأجانب موجودين علشان يطلعوا على هذه الظاهرة. احنا موجودين معنا 26 سفير من حوالي ومستشار ثقافي وممثلين ل 16-17 دولة، وبالتالي مع أسرهم كمان، ففي تواجد يعني كبير من السفراء والممثلين الأجانب. ناقش نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر استعدادات المحافظ لتنفيذ الحملة القومية للمسح الشامل لفيروس سي، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره المسؤولون المعنيون. تناول الاجتماع دور كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتوفير الاحتياجات المطلوب أن تتخذ، حيث تأتي الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية للمبادرة. قال محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله إن قرار نقل مركز خدمات عملاء وأنشطة شركة FTI الألمانية على مستوى العالم من ألمانيا إلى الغردقة يؤكد مدى الأمن والأمان الذي تمتاز به مصر بوجه عام ومحافظة البحر الأحمر بوجه خاص، كما يعتبر حدثا هاما لتنشيط وتحفيز السياحة الألمانية في البحر الأحمر. ننتقل إذن الآن إلى تفاصيل مؤتمر التحالف العربي والعقيد الركن التركي المالكي والجديد إلى هناك.
يستمر بإذن الله تعالى تقديم المساعدات الإنسانية من خلال الجسر الجوي والذي بدأ من العاصمة الرياض إلى الغيضة، وكذلك الجسر البري والذي بدأ من الرياض وأيضا عبر منفذ الوديعة إلى محافظة المهرة. تستمر كافة الجهود في تقديم المساعدات لأبناء الشعب اليمني مع كافة الجهات الحكومية. تم تخصيص عدد 10 طائرات هليكوبتر من القوات المشتركة وأيضا من القيادة العامة لطيران الأمن أمن الدولة، وكذلك جهود الدفاع المدني بإذن الله تعالى. للأسف الشديد كما لاحظتوا على الفيديو لا يوجد أي تواجد للمنظمات الغير حكومية في تقريبا محافظة المهرة. الانشقاق الدكتور عبد الله الحامدي عضو المؤتمر الشعبي العام عن الميليشيات الحوثية، هو كان نائب وزير التربية والتعليم فيما يعرف بالحكومة حكومة الانقلابيين. الدكتور عبد الله هو أحد الرجال الشرفاء من أبناء اليمن والذي لا يستغرب منهم مثل هذا الخروج عن الميليشيا الحوثية كما أوضح ليلة البارحة. تواصل الدكتور مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، قمنا بتأمين خروجه من العاصمة صنعاء إلى منطقة إلى إحدى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتم نقله إلى العاصمة الرياض. ونحن ندعو كافة أبناء اليمن الشرفاء من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكذلك الحرس الجمهوري وغيره من القيادات اليمنية والذين يرغبون في الخروج إلى التواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وسنقوم بتأمين خروجهم من العاصمة صنعاء أو أي مكان تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. أعتقد أنه المقابلة اللي كانت مع الدكتور عبد الله الحامدي عرى الميليشيات الحوثية وكذلك المشروع الإيراني في المنطقة كما تابعتم. نستعرض بعض الجهود في العمليات الإنسانية المقدمة من ضمن الخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. مركز إسناد لا تزال كافة المنافذ الإغاثية في اليمن وعددها 22 منفذ تعمل بالطاقة الاستيعابية الكاملة، ويتم إعطاء التصاريح الجوية البرية والبحرية. التصاريح منذ بداية العمليات العسكرية وحتى الآن كما تشاهدونها أمامكم، مجموع التصاريح الكلي 32,838. السفن التي تم التصريح لها بالتوجه إلى ميناء الحديدة عدد سفينتين، تلاحظون الحمولات والكمية. المطارات الجوية لعدد 7 مطارات جوية، عدد الرحلات 110، عدد الركاب 4527. المنافذ البرية لعدد 5 منافذ برية، عدد التصاريح 3، ولا تشمل العمليات الإنسانية لمحافظة المهرة. الموانئ البحرية لعدد 10 موانئ يمنية، عدد التصاريح 22. المواد الغذائية الطبية المشتقات النفطية وكذلك المواشي والمواد الأخرى التي تم التصريح لها بالدخول إلى كافة الموانئ اليمنية تشاهدونها أمامكم. السفن التجارية المتواجدة حاليا في الموانئ اليمنية ومناطق رمل المخطاف، الحديدة، الصليف، عدد 10 سفن. المواد الغذائية والمواد اللازمة كما تشاهدونها، كافة الموانئ اليمنية العدد 22. السفن المتواجدة بمناطق رمل المخطاف والانتظار في الصليف وفي الحديدة والصليف عدد 6. الموانئ الأخرى المجموع 32. في موقف العمليات كما تشاهدون أمامكم على الخارطة مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك الميليشيات الانقلابية. في الموقف العملياتي تواصل قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة من التحالف بالعمليات التعرضية الهجومية لتحرير الأراضي اليمنية وعلى كافة المحاور الرئيسية والمساندة. لا يزال استمرار الضغط العملياتي بكافة المحاور من خلال دعم قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة المشتركة، ويتم التركيز على تدمير القدرات الحوثية كالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وقطع طرق الإمداد مع استمرار عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. في محور العند بجبهة القبيطة قامت القوات أو قوات الجيش الوطني اليمني بعملية تعرضية هجومية في الجهة الغربية من جبهة القبيطة، حيث تم السيطرة على جبل الكوكب مرتفع الشواحط جبل النبي شعيب. في تعز بجبهة مقبنة نفذت القوات الموالية للشرعية عمليات تعرضية في مقبنة ووهر، نتج عنها السيطرة على جبل المطار الشرقي، جبل المطار الشمالي، مرتفع أحوال محمد سعيد. في محور تعز أيضا نفذت القوات الموالية للشرعية بدعم من التحالف عمليات تعرضية هجومية في جبهة مقبنة، ونتج عنها السيطرة على تبة الصورة وقرية بيشعة وتبة قحفة عبل. في البيضاء اشتباكات مستمرة بين القوات الموالية للشرعية والميليشيات الحوثية بالأسلحة الخفيفة والمسلحة.
إذن تابعنا هذا الجزء من المؤتمر الصحفي الخاص بالتحالف العربي والعقيد الركن التركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن. الآن ننتقل إلى متابعة فعاليات البروتوكول الذي يتم ما بين محافظة القاهرة والمناطق الأخرى، وهي اتفاقية لأطر عمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بتفويض إلى الوكالة الفرنسية لتطوير عدة مناطق من بينها عزبة خير الله والزاوية الحمراء. من المقرر أيضا أن يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توقيع هذه الاتفاقية، وستتم بحضور الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بديوان عام محافظة القاهرة. إذن فعاليات إتمام هذه الاتفاقية الآن نتابعها على الهواء مباشرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتوقيع بنود الاتفاقية. إلى هناك. يمكن عندنا زي ما زميلي الأستاذ حميد قال، احنا الخطوات اللي مشينا فيها والمكونات اللي بنتكلم فيها هم الثلاث مكونات: تطوير المناطق والخدمات العامة في إطار دراسة تقدير الاحتياجات. واحنا الحقيقه السعادات زي ما الاستاذ خليل قال انه تحديد الاحتياجات دي تم من خلال المجتمعات نفسها، لا هي مقترحات الجهاز ولا هي مقترحات المحافظه، ولكن هي مقترحات هذه المجتمعات اللي بنشتغل فيها. ايضا بنتكلم على تعزيز فرص العمل من خلال مكون الاقرار اللي احنا بنقدر نوجهه في المناطق دي، وايضا موضوع الدعم الفني الخاص بالخدمات غير الماليه. يمكن القضايا الأساسية اللي كانت موجودة في الأربع مناطق، يعني هي الأشياء المنطقية أو الأشياء الموجودة في أي منطقة عشوائية لو بنتكلم فيها، هي عندنا قضايا اقتصادية وقضايا خاصة بالبيئة العمرانية، شبكة الطرق والخدمات العامة. لو قلنا على منطقة خير الله بنتكلم إن هي تقريبا 130 شخص على الفردان، النشاط الاقتصادي موجود هناك، في نشاط صناعي وتجاري. يمكن البرنامج ده حدد المناطق او التدخلات في موضوع تطوير شبكات المرافق والمياه والصرف الصحي وتوفير خدمات صحيه وتعليميه ودعم الصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر، لان احنا تفكيرنا في هذا الموضوع انه يبقى شيء متكامل، مش بس بنطور البيئه العمرانيه او الفيزيكال انفراستراكشر الموجود، ولكن بنطور بنعمل مجموعه من الخدمات لسكان هذه المنطقه. يمكن في منطقه الزاويه الحمراء الوضع مختلف شويه، يمكن هي اكثر تنظيما من عزبه خير الله، ولكن ايضا لو شفنا المشاكل الموجوده او الاشياء اللي احنا مخططين في الان فيها برضو هي خاصه بشبكات المياه والصرف الصحي وتوفير الخدمات الصحيه والتعليميه ودعم الصناعات الصغيره. يمكن ده برضو دي مجموعة الاتفاقيات بإجمالي 83 مليون جنيه للمشروعين بتوع الزاوية الحمراء وعزبة خير الله. احنا زي ما قلنا ان احنا النهارده ان شاء الله هنوقع الملحق بتاع الزاوية الحمراء 1 والزاوية الحمراء 3، وزي ما قلت لحضرتك احنا برضو جاري اعداد العقد لتطوير منطقة الجبخانة، وإن شاء الله ده احنا يعني نخليه زي نموذج يحتذى فيه إن شاء الله في جميع المناطق. يمكن دي بعض تصوراتنا اللي احنا نفسنا انه يبقى الشكل ده الاستشاري، التخيل بتاع الموقف مثلا المجلس وسط مدينة النور، ده الأشكال اللي احنا إن شاء الله بنعمل. إذا تابعنا هذا الجزء من المؤتمر الذي يتم فيه عقد الاتفاقية الخاصة بأطر عمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل محافظة القاهرة، ويأتي هذا ضمن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة في مصر. هذا البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، ويشهد توقيع الاتفاقية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحضور الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. نستكمل إذن هذه الجولة الإخبارية. دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 155 ألف مشروع في القليوبية منذ إنشائه عام 1992 وحتى الآن. حمدي عيسى صاحب مصنع للملابس الجاهزة حصل على هذا الدعم في بداية مشواره. نتعرف إذن على قصته من خلال هذا التقرير الذي أعده الزميل علاء محمد. من أجل تأسيس مشروعه الخاص الذي طالما حلم به، ترك حمدي عيسى وظيفته في أحد البنوك بعد وصوله لمنصب مساعد مدير إدارة، ودون تردد أنهى مرحلة استقرار وظيفي استمرت 20 عاما. أنا من طبيعتي بحب الصناعة، وكان معي رأس مال بسيط، بديت بالمشروع ده، وحضرتك اشتريت مكانتين نسيج وبدأت أشتغل، وكان معي عدد بسيط من العمالة، وكان كله في بداية المشروع يعني. بعد كده حضرتك لجأت للصندوق الاجتماعي عشان اطور المشروع واكبر المشروع، والصندوق الاجتماعي استجاب ليا بسرعه، واخدت منه قرض وطورت وجبت مكن زياده وزودت عماله واشتغلت، والحمد لله رب العالمين. يعني دلوقتي صدرنا طلبيات بره الامارات، اشتغلنا في السوق المصري مع اكبر محلات ومكاتب، والحمد لله بنطور على طول. يعني 1,502,000,000 جنيه هو إجمالي الدعم الذي قدم لما يزيد عن 150 ألف مشروع من خلال جهاز التنمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في محافظة القليوبية، وفرت 230 ألف فرصة عمل في الفترة من عام 92 وحتى عام 2018. العميل اللي بيرغب في العمل الحر وعايز يعمل مشروع، هو بيجي يشرفنا في المكتب سواء عنده خبرة أو ما عندهش خبرة، لأن احنا عندنا برامج تجريبية وتأهيل وإعداد للعملاء. إذا كانش عنده خبرة، إذا كان عنده خبرة فإحنا بيتم التعامل معه على طول. والمستندات يعني المفروض إن العميل الشروط المفروض بتتوفر فيه إنه سنه لا يقل عن 21 سنة، بيعرف يجيد القراءة والكتابة، عنده نشاط او عنده رؤيه وخبره، واذا كانش عنده زي ما قلت حضرتك مدربه، عنده مقر للنشاط، يكون مخلص الموقف من التجنيد بتاعه. فاطمه عبد الله واحده من 115 عامل وعامله يوفر لهم المصنع فرصه عمل بالقرب من مسكنهم بمركز بنها، بعد أن كانت تحتاج لخمس ساعات يوميا فقط للذهاب والإياب من عملها السابق في مدينة العاشر من رمضان. هو الشغل هنا كويس جدا بالنسبة لأن هو قريب مننا جدا، شغل سلس ما فيهوش صعوبات، ما فيهوش أي حاجة إن احنا نعتقل أو كده في الشغل. أنا طول عمري شغالة في العاشر، يعني أنا من 94 وأنا شغالة في العاشر. لما لقيت المشروع قريب مني والأستاذ حمدي عرض عليه الموضوع ده، لقيته المشروع كويس. أولا قريب مني جدا، وفر عليا وقت ومجهود ووفر عليا كتير. يأمل حمدي للتوسع في تصدير منتجه خارجيا بعد أن نجح في تصديره للسعودية والكويت والإمارات، وها هو على وشك أن ينتهي من إحدى الطلبيات في انتظار نقلها للعرض في أحد المحال. بمكانتين فقط ودعم من جهاز تنمية المشروعات وصل هذا المكان لما هو عليه الآن كنموذج ناجح لكل من يريد البدء ولا يعرف الطريق حتى الآن. علاء محمد، إكسترا نيوز. أسس شاب مع زوجته أول مصنع مصري لساعات اليد والحائط، وبدعم مالي وفني من جهاز تنمية المشروعات استطاع تطوير منتجاته لينافس بها المستورد. أول مصنع لساعات اليد والحائط في مصر، هكذا يصف عمر مكرم مشروعه الذي بدأه مع زوجته قبل 3 سنوات.
فكرة صغيرة تحولت إلى واقع كبير، ومصنعين يعملان بلا انقطاع في إنتاج أكثر من 100 تصميم. بدأنا بتصنيع ساعات الحائط كلها، كان عندنا الأول 14 موديل، دلوقتي عندنا فوق 100 موديل. ساعات اليد كنا بادئين برضو تجميع، بعدين دلوقتي بدأنا نصنع أول ساعة مصر اتعملت خلاص، اوريدي نزلت السوق كمان. والمنبه برضو كان يعتبر احنا أول ناس عملوا منبه في مصر، وده برضو أنتجنا موديلين ونزلوا اوريدي السوق والحمد لله كويسين. احنا أساسا كنا بنستورد، يعني احنا بداية الموضوع معنا كان الاستيراد. ايه اللي خلانا نتجه للتصنيع ده؟ كان نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية اللي مرت بيها البلد. يعني احنا عندنا في مجالنا القرارات الجديدة اللي طلعت بتحجيم الاستيراد، تعويم الجنيه، اداني مساحة ان انا اقدر اجازف واشتغل. النهاردة الاول كنت بجيب الساعة ارخص من تكلفتها في مصر، النهاردة لا، انا ببيع بنص تكلفة المستورد. الدعم الذي تلقاه عمر من جهاز تنمية المشروعات مهد له الطريق لبدء مشروعه، ومن ثم التوسع فيه، ومنحه الثقة بالدعم الفني والتقني. من شروط الترخيص الأول إن احنا نروح الجهاز وناخد حاجة جواب من عنده اسمه قانونية المكان. ولما هم عرفوا إن أنا مشروع تصنيع كان فيه اهتمام كبير جدا، ودخلوني كذا مكان، كذا ديبارتمنت، كذا غرفة يعني موجودة، وبدأوا يشرحوا لي الحاجات اللي موجودة في الجهاز. كان بدايتها التمويل، بعدين كان في دعم فني، كان في كورسات بيدوها، في نقطة البيع الدولية، كانت حاجات كلها مهمة ليا. فده ادانا دفع في الأول إن أنت عندك جهاز كامل، في ناس متخصصة جدا درسوا المشروع بتاعك ووافقوا عليه. اللي عجبني أكتر من التمويل أو اللي حسيت فيه إن فعلا أنت لما بتخش الجهاز بيبقى في حد جنبك، حد سندك. ما بعد التمويل، أولا ما بعد التمويل في متابعة دورية من الجهاز للمشروع، فده بيجبرك إنك كل شوية تبقى باصص كويس قوي أنت فين وبقيت فين. ينافس عمر بمنتجاته كما يقول الساعات المستوردة من الصين والهند، ويسعى مع شركته في الحياة والعمل أن يصدر هذه الساعات إلى دول العالم، وهي خطوة يرى أنه اقترب من تحقيقها. أكد وزير التموين علي المصلحي أن إنشاء أسواق وسلاسل تجارية يصب في صالح المواطن، حيث تهدف لتوفير السلع والمنتجات الغذائية في مختلف المحافظات. وخلال حضوره لوضع حجر الأساس لمشروع المنطقة التجارية اللوجستية بالبحيرة، قال المصلحي إن عدد أسواق الجملة المنظمة لا يتعدى 4 أسواق، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتنظيم حجم الاستهلاك لمئة مليون مواطن. وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في محافظة البحيرة، وزي ما قلت في كلمتي إن هذا الموضوع ليس نوع من رفاهية وليس نوع من استكمال الوجاهة، ولكن هو جزء أساسي من تنظيم التجارة الداخلية. بدون وجود مناطق لاستقبال السلع سواء خضروات أو فاكهة أو محاصيل أخرى، لما اتكلمنا على الصوامع والثورة اللي حصلت في الصوامع، الصوامع تعتبر مناطق لوجستية لحاجة متخصصة وهي القمح. دي المنطقة الأولى في محافظة البحيرة، وما هيش إقليمية، دي محورية، يعني بتخدم محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة زي محافظة كفر الشيخ، طبعا اسكندرية هي فيها أوريدي، بس معانا كمان محافظة المنوفية ومحافظة الجيزة، يعني جميع المحافظات اللي ان كونتاكت مع محافظة البحيرة. ليه؟ لأنها ضخمة. ليه؟ لأنها هتوفر فرص عمل في حدود 28,000 فرصة من أصل 40,000 فرصة. هي دي ثاني باكورة لافتتاحات لمناطق لوجستية تجارية من إجمالي 35 فرصة استثمارية على محافظات مصر بإجمالي 1,000 فدان. إحنا النهاردة على 100 فدان بحجم استثمارات تقدر من 7 إلى 8 مليار جنيه، فضلا عن المنطقة اللي تابعناها وتابعنا التنفيذ فيها بإجمالي 6 مليار جنيه. وإن هذه النوعية من المناطق اللوجستية التجارية هي موضوعات بتدر الكثير من الفرص العمل سواء المباشر أو الغير مباشر للشعب المصري.
كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش ينسق مع الحكومة السورية بشأن تعيين مبعوث أممي جديد خاص بسوريا. قال بوغدانوف في تصريحات صحفية إن الجانبين يستعرضان أسماء متعددة. كان المبعوث الأممي الحالي إلى سوريا ستيفان دي مستورا قد أعلن في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا أنه سيتخلى عن منصبه لأسباب شخصية، وهذا في نوفمبر القادم. دعا قائد قوة مهام العمليات الخاصة المشتركة الجنرال الأمريكي باتريك بي روبرتسون الحكومة البريطانية لاستعادة عدد من مواطنيها المحتجزين في سوريا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش. أشارت المسؤول الأمريكي إلى أن الجماعات السورية المسلحة المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قد احتجزت ما يقرب من 700 من المسلحين الأجانب الذين تعود أصولهم إلى ما يقرب من 40 دولة. كشفت مصادر أمنية يمنية أن فرقا خاصة تابعة للميليشيات الحوثية قامت باقتحام عدد من المنازل في العاصمة اليمنية صنعاء واختطفت عشرات النساء. يأتي هذا في وقت قتل فيه عدد من الميليشيات الحوثية جراء تجدد الاشتباكات في صفوف الميليشيات بصنعاء. من جانب آخر، شنت وحدات من الجيش اليمني هجمات مدفعية استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء، وهذا أسفر عن مقتل وعن إصابة عدد من المسلحين الحوثيين. صنعاء العاصمة التي باتت لا تعرف الأمان، فالصراع على أرضها لم يتوقف بعد. فبينما تضع القوات اليمنية هدف إعادة السيطرة على عاصمة البلاد أمام أعينها وتعمل على ذلك بمساندة التحالف العربي، تتمسك ميليشيات الحوثي باغتصاب الأرض أكثر. لكن وضع الصراع اختلف قليلا حينما انقلب الحوثي على نفسه، فتجددت الاشتباكات بين مسلح الميليشيات في صنعاء ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم. انفلات أمني وزيادة لمعدل الاغتيالات في صفوف الحوثيين ورصد رسمي لعشرات الجرائم في المناطق الخاضعة لهم، هكذا تتوالى الأيام على العاصمة اليمنية لتشهد فوضى غير مسبوقة، خاصة بعد اغتيال نجل مسؤول أمني. انتشار عمليات نهب المحلات والمصارف والخلافات المالية من جهة أخرى ألقت بظلالها على الوضع، ليصل الأمر إلى تصفية حسابات بعد رفض ميليشيا الحوثي صرف الرواتب، في إشارة إلى جانب آخر من الصراع، حيث تتهم مصادر محلية قيادات الميليشيات باستهداف شركات الصرافة ومحال تجارية في صنعاء تحت حجة تمويل العمليات العسكرية. وسط هذا الاحتقان، تواصل وحدات الجيش اليمني هجماتها المدفعية، حيث استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي شرقي صنعاء، مخلفة وراءها عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. وفي الجهة الأخرى لا يختلف الوضع، فتقترب قوات الشرعية اليمنية في محافظة البيضاء من إحكام سيطرتها الكاملة على مديرية المراجم الاستراتيجية وسط معارك مع الحوثيين أدت إلى مقتل عدد منهم، حيث دكت المواقع الأمامية للميليشيات خلال اليومين الماضيين وشلت قدرتها على العودة إلى تلك المواقع في جبل البياض. والآن وبحسب مصادر عسكرية يمنية، فقوات الجيش الوطني تتأهب لاقتحام ما تبقى من المديرية بعدما أصبحت تلك المواقع تمنحها سيطرة على الجزء الأخير منها. وبسقوط تلك المنطقة يصبح الطريق إلى تحرير البيضاء ممهدا بحكم السيطرة النارية التي سيتمتع بها الجيش من فوق مرتفعات الملاجم. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 92 طنا من السلع الغذائية على النازحين من صنعاء إلى مأرب، استفاد منها 7416 فردا. يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 286 مشروعا.
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لسلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والعاصمة القدس الشرقية. شدد العاهل الأردني على أهمية تكثيف الجهود لدعم وكالة الأونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية للفلسطينيين. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية، هذا وقد أفادت وكالات إعلام فلسطينية إصابة آخر بجروح وثلاثة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال للرصاص ولقنابل الغاز المسيل للدموع على فلسطينيين شرق غزة. هذا وقد اعتقل الاحتلال 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إن الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد شهور من المفاوضات لا تزال مستمرة وإن العقبات في طريقها إلى الحل. الحريري أضاف أيضا أن الاتصالات مستمرة، مشيرا إلى أن الأمر ليس مستحيلا كما يحاول البعض أن يصوره، وهذا على حسب تعبيره. من جهته قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الظروف الراهنة تفرض الإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكدا ضرورة تذليل العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة. أشاد مجلس الشورى السعودي بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إثر الحادث الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي. قال مجلس الشورى في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية إن هذه الأوامر عكست مدى حرص القيادة السعودية على تحري الحقيقة بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الحادث. البيان أكد أيضا أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة، وأعرب مجلس الشورى عن رفضه لتسييس هذه الحادثة أو استغلال الحادثة للهجوم على المملكة. أعرب وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها التاريخية والمميزة مع الجزائر. قال ولد الشيخ في تصريحات للصحفيين بالجزائر العاصمة، وهذا عقب لقائه مع نظيره عبد القادر مساهل، إن العلاقات الجزائرية الموريتانية علاقات مميزة ولها تاريخ، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها هذه العلاقات في الآونة الأخيرة. نشرت جماعة جيش العدل المسلحة المعارضة لإيران صورا لاثني عشر عسكريا إيرانيا. كانت هذه الجماعة قد أسرتهم أثناء هجوم مباغت على نقطة لحرس الحدود الإيراني مع باكستان يوم الثلاثاء الماضي. ذكرت الجماعة أن عناصر حماية الحدود هم من الحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي، وقد حصلت على أسلحتهم عند هذا الاقتحام، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران تتابع عن طريق القنوات الدبلوماسية والأمنية مع باكستان طريقة الإفراج عن العسكريين المختطفين، حيث تتخذ الجماعة من الجبال الوعرة بين إيران وباكستان القواعد لنشاطاتها.
أعلنت موسكو أن انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية الخاصة بالصواريخ متوسطة المدى سيجعل العالم أكثر خطرا. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن موسكو تنتظر توضيحات من واشنطن في هذا الصدد، مشددا على أن بلاده لن تكون البادئة في مهاجمة أحد. أعلن مكتب رئيسة وزراء المملكة المتحدة تريزا ماي أنها تتجه لتأكيد معارضتها للحل الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لمشكلة الحدود الأيرلندية بعد بريكست، مشيرا إلى أن الاتفاق جاهز بنسبة 95%. من المقرر أن تلقي ماي كلمة أمام مجلس العموم حول تقدم المفاوضات، حيث ستؤكد التوصل لاتفاق واسع حول الهيكلية وإطار العلاقات المستقبلية مع تقدم كبير حول مسائل كالأمن والنقل والخدمات. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار مع سفير البرازيل لدى القاهرة روي باشيكو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية. دعا العصار الشركات البرازيلية للاستثمار في مصر واستغلال البيئة المواتية للاستثمار، معربا عن رغبته في تبادل الزيارات للمتخصصين من شركات الإنتاج الحربي والشركات البرازيلية للتعرف على إمكاناتها التكنولوجية وتحديد أوجه التعاون بين الطرفين. من جانبه أكد باشيكو أنه يسعى إلى زيادة أوجه التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية. بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ووزيرة البترول والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة خاصة الغاز الطبيعي. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني عمق العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال صناعة البترول والغاز والعمل على توسيع آفاق التعاون في هذا المجال لصالح البلدين. تسلم صندوق تحيا مصر بميناء سفاجة البحري 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي، وفرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال البنك الإسلامي للتنمية لصالح الصندوق. قال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح إنه سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة تضم ممثلين عن الصندوق ومنظمات المجتمع المدني لتوزيع اللحوم على مستحقيها من الفئات الأولى بالرعاية من الفئة الأولى بالرعاية بما يضمن استفادة أكبر لعدد من المستحقين من تلك اللحوم وضمان عدم تكرار التوزيع في نفس المناطق. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن وزارة التنمية المحلية تعتبر همزة الوصل للتنسيق بين الوزارة وكافة المحافظات لتسهيل الاستثمار وتوفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر. جاء ذلك خلال لقائها بوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي. بحث الجانبان أهم المشروعات والبرامج التي يتم التعاون فيها بين الجانبين في المحافظات خلال الفترة الحالية. أكد شعراوي استعداد الوزارة في التعاون للإسراع بتنفيذ هذا المشروع مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية في هذا الشأن. وقع رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب ميش اتفاق تسوية ودية بأربعة ملايين جنيه مع إحدى الشركات المحلية لصناعة الأدوية شرق بورسعيد. ميش قال إن مبدأ التسوية هو مبدأ معمول في المنطقة بهدف خلق مناخ جيد للاستثمار بما يحقق مصلحة الدولة ويحفظ حقوقها، مضيفا في الوقت ذاته أن المنطقة ترحب بالمستثمر الجاد صاحب الرؤية الواضحة في إقامة مشروعات هادفة لتحقيق قيمة مضافة من وراء استثماره والذي يخدم المجتمع المصري ويلبي احتياجاته. ختام هذه الجولة الإخبارية وهذه التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية اللبناني ويتسلم رسالة من ميشيل عون الرئيس اللبناني. العاهل الأردني يؤكد تكثيف الجهود للتوصل لسلام عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. رئيسة الوزراء البريطانية تجدد رفضها لمقترح الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا.
للمزيد من الأخبار تابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.